תרבות המסע ומתן שהיה נוהג בערפאת. הנה מוחמד דדאיה, 11 שנים של שתיקה, והנה בראיון לילה רביה. يقول شارون عن ابو عمار انه كذاب بشكل ماساوي والكثير يعني من السياسيين الذين تعاطوا مع ابو عمار بيقولوا انه كان يعني يمتاز بالكذب طيب. هلا الدين بسمح لك تكذب ثلاث كذبات توفقي بين اثنين هذا الدين بسمح هيك توفقي بين اثنين للمصالحه واحد مرته مش حلوه يقول لها انت اجمل مره في العالم والثالثه بالسياسه بدك تكذبي يعني كان ابو عمار انت توافق على هذا الكلام نعم يعني كان يكذب قدامك نعم الاخ ابو عمار كان يقول مثلا لما يطلع الاخ ابو عمار تصير عمليه في تل ابيب يطلع يقول الاخ ابو عمار انا طبعا بعد ضغوطات واولهم حق رئيس حسني مبارك يتصل بالاخ ابو عمار يقول له يا اخ ابو عمار اطلع دين دول حينيلوكم يقول له يا سياده الرئيس ما انا عندي شهداء دول دمرونا دول لحمونا يقول له اطلع دين يا اخ ابو عمار دول حينيلوكم فيطلع الاخ ابو عمار يدين بطريقته الخاصة أنا ضد القتل المدني هو مش صحيح